معلش بعد اذنكم عشان يلا يا عم الحاج يلا يا بابا فيش وضوء جوه يا جماعه على فكره، فالوضوء كله هنا، فاي حد لازم يكون جاي متوضي جاهز، عشان لما مش متوضي جاهز هيضطر يتوضى في البرميل الموجود بره دوت. البرميل دوت نظيف، ناس بتملاه من الخرطوم، معرفش بقى نظيف ولا مش نظيف، بس الناس كلها بتوضى فيه.